الموتور. طيب نطلع هون عندي هلا بدنا نعمل موديفيكيشن، موديفاي ذا ايكويشن حتى تاخذ بعين الاعتبار اذا عندي بامب هيدروليك بامب، واذا عندي هيدروليك موتور، واذا عندي بايب لوسز. نشوف كل واحد من هذول ايش تعمل. ايش تعمل هيدروليك بامب للبريشر؟ ات ريزز بريشر مش هيك؟ وبالتالي ات ريزز هيد حسب المعادله، المعادله اللي حاطينها هون ان ديسبيسمنت فور او هيد فور، واليونتس هي ديسبيسمنت يونتس في حالتنا احنا هون امتار مثلا او. وبعدين عندي الهيدروليك موتور ايش بيعمل؟ دروبس بريشر drops head، والبايب لوسز دائما اللوسز راح تكون drops pressure اذا drops. فلو عندي الان انا هون سيستم، خلينا افترض عندي سيستم لهون، ناخذ سيستم بسيط عندي هون هيدروليك موتور. انتبهوا لما بنحكي هيدروليك موتور ما تربطه بين الميكانيكال موتور. الالكتريكال موتور ايش بحول؟ حول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. الهيدروليك موتور راح يحول الطاقة الفلويديك أو الهيدروليك باور اللي هي عبارة عن بريشر راح يحولها إلى ميكانيكال أوتبوت. فهذا الهيدروليك موتور هون راح يكون طالع منه شافت، راح يعمل ميكانيكال انرجي هون، يعني راح يعطيني تورك، راح يعطيني أوميجا. بس الطاقة اللي هو داخلت له من هون هي بريشر. الفلويد راح يدخل هون ببريشر، راح يطلع ببريشر اقل. اوكي؟ يعني هذه هون بي هاي اذا بدك تسميها، وهذه بي لو. راح يدخل الفلويد هون، راح يصير في عندي فلو للفلويد. اوكي؟ واضح لهذا؟ ايش وحدة بي في كيو؟ ايش وحدة ايش؟ كيو اللي هي فوليومتريك فلو ريت، وبي وحدة بريشر. اذا بضرب بريشر هي وحدة باور. فالفرق بين هذول الاثنين البريشر ماينس بريشر في كيو هي الباور اللي عم باخذها هذا المحرك يستهلكها. وين بحطها؟ الشافت. تطلع تي اوميجا. اذا عندي راح يكون لو عندي دائره فيها موتور فيها بايب، وهذا راح نحطه هون بهذا الشكل المثلث، وهذا راح نحطه هون بهذا الشكل. ناخذ النقطه واحد وهذا ناخذ النقطه اثنين. لو فرضنا النقطه واحد والنقطه اثنين بهذا الشكل، او اذا بدك بلاش تاخذها، خذها النقطه واحد والنقطه اثنين هون مثلا. اخذنا النقطة 2 هاي، في عندي فلويد عند النقطة 1 وفلويد عند النقطة 2. هل راح ينطبق قانون برنولي عليهم؟ بس في اختلاف بسيط هون صار على المعادلة هاي، ما اخذناه هون بعين الاعتبار الموجود هون. هذا في له فيلوسيتي وفي له بريشر وفي له هيد، وهذا في له فيلوسيتي وفي له بريشر وفي له هيد، مضبوط؟ بس في بينهم اشياء هذا مش موجودة في المعادلة هاي. ايش هي؟ البايب لوسز. ايش كمان؟ البامب. ايش تعمل البامب؟ تزيد الهيد. اوكي؟ وايش كمان؟ في عندنا ايش هذول بيشبهوا على فكره؟ فولتج سورس. هاي طلعوا هاي المعادلة. بوتنشال للشحنة لكولو موجود هون، ايش راح يصير فيه لما يمر هون؟ راح يزيد. بقديش راح يزيد؟ 10. ايش؟ لكل كولو كم جول؟ وحدة الفي ايش هي؟ الفولت ايش مساوي؟ جولز بير كولو. يعني لما شحن يمر هذا 10 فولت من هون، الفولت هو عباره عن جولز بير كولوم، معناها لما يمر كولوم من هون قديش الطاقه تبعته بتزيد؟ 10. 10.
ولما يمر هذا من هون لهون ايش راح يصير؟ خلص راح يقل بمقدار قديش؟ 5 جول. والطاقه البقيه هون اذا شو يعني البطاريه راح يمر فيها هذا راح يعمل الطاقه 5 جول بير كولوم، شو راح يصير في هاي البطاريه؟ راح تنشحن، لا راح تنشحن، هي عم تاخذ الطاقه. الكرنت وين عم يدخل؟ من اي تيرمينال؟ من البوزيتيف بيطلع للنيجاتيف. اذا هون عماله هو بعطي طاقه للبطاريه هاي، في حين الكرنت اللي ماشي هون الكولوم اللي ماشي هون ايش صار فيه؟ اخذ طاقه من مين؟ من البطاريه، وهون اعطى جزء من هاي الطاقه للبطاريه. طيب والطاقه اللي هون ايش بصير فيها؟ لوسز، ايش تتحول على شكل ايش؟ هيت. هذا هاي نحطهم بلون ثاني، هذا يشبه هذا البوينت، وهذا يشبه هاي البومب، وهذا يشبه هذا البومب. اوكي طيب اذا بدنا نعدل الان المعادله، اذا الكيلوغرام او اللتر من هاي الفلويد اللي طلع هون ايش صار فيه لما مر في البامب؟ زاد البريشر تبعه. ولما مر في البايب؟ ولما مر في الموتور؟ يعني المعادله الجديده شو راح تقول؟ راح تقول انه اذا بديت من نقطه واحد وكان عندي هيد زائد نص في 1 سكوير على جي، هيد عم بحكي بيونتس اوف هيد زائد بي 1 على رو جي، راح يزيد عندي الهيد تبع البامب وراح ينقص الهيد تبع البايب اللي هو لوسز، وراح ينقص الهيد تبع الهيدروليك موتور، واللي بضل ايش راح يمثل؟ راح يكون وضعيه الفلويد عند النقطه الثانيه. اذا انا هون اخذت بعين الاعتبار انه الفلويد اللي مر لو فيش البايب والبمب كان لازم يكون الطاقه في الفلويد هون مساوي تماما للطاقه الفلويد هون من هذول الثلاثه اللي هم الهيد والفيلوسيتي والبريشر، لكن هون صار عندي اجت اضافه جديده فصار عندي هون اتش 2 زائد نص في 1 سكوير على جي زائد بي 2 على رو جي. اذا طبعا ما كان في بامب فالبامب رفعت الهيد تبع هذا، رفعت البريشر تبعه، بس احنا البريشر عم نعبر عنه هون بيونتس اوف ديسبيسمنت متر، ونزل بهون ونزل بهي الحاله هون. هاي معادله برنولي معدله حتى تاخذ الهيدروليك سيستم، هاي الهيدروليك سيستم المعادله الجديده، فاخذت الهيد وهي كل وحداتها لساها ان يونتس اوف ميترز هيد ان ميترز. اوكي ماشي؟